حلم الوصول للسلطة 2022 أم بعد ذلك؟ وده بيرجعني الكلام اللي سمعناه مختلط، حضرتك كنت قلته عن الدستور وعن تعديل الدستور. باختصار ماذا قلت أو ماذا تقول في هذا الموضوع؟ هل سيتنافس آخرون على 2022 أم ماذا؟ أنا كنت عايز مش عشان بس مش هقول لك 2022، أنا خرجت على الأقل 8-9 مرات أؤيد فكرة الانتخابات التنافسية من خلال منافسين أقوياء مع الرئيس، وقلت إنه من الأفضل أن يفوز الرئيس ب 60% أمام متنافسين على إنه يفوز بحاجة و90% منفردا. يعني دي نقطة، فيعني دي وجهة نظري اللي قلتها. فيما يختص بالدستور أكرر ما قلته، الدستور اللي هو في 2004 هو دستور من الناحية النظرية 2014 عفوا وثيقة جميلة رائعة ممتازة، لكنها غير قابلة للتنفيذ بشكل عملي فيما يختص بعلاقات قوى كثيرة ببعضها البعض والسلطات مع بعضها البعض. أنا في النهاية الذي يعنيني هو مصلحة البلاد والعباد. إذا عندي وثيقة كائنا من كانت ما دام مش قرآن ولا إنجيل، يبقى في النهاية مش قابلة للتنفيذ ومعوقة، يقبل مبدأ التعديل فيها إذا أراد الناس، يعني شريطة إذا أراد الناس، لأن اللي صوتوا عليها في الاستفتاء هم المواطنين بما في ذلك مادة مدد الرئاسة. وإيه دلوقتي موضوع الرئيس؟ كل ما نيجي نتكلم على موضوع تعديل الدستور، طب هو مش ممكن نعدل الدستور من غير ما نعدل مادة الرئيس؟ انا بسأل حضرتك سؤال. طب كويس كويس، ليه اول ما نقول تعديل الدستور على طول يتبادر ذهن؟ علشان تجربتنا مش سعيدة، تجربتنا ان احنا الى الابد الى الابد الى الابد ولن يكون هناك تداول سلطة ولن يكون هناك حياة سياسية حقيقية. كويس، وهنقول دايما ما احنا محتاجين ده، ما احنا ما عندناش خيار تاني. كويس، السؤال اللي انا اطرحه، نحن نريد ان نحكم الان على موضوع مدة الرئيس. الدستور الحالي يقول ان هما مدتين بس، ما اقدرش اقول اكتر من كده. الرئيس الحالي قال ولا يوم زيادة، صح؟ كويس، قال كده. كويس، ما اقدرش اصادر على المطلوب واقول انه في السنة الثالثة او الرابعة اذا تحقق ثلاث امور، وهي نمرة واحد ان الناس عايزة، ودي ولا في ايدي ولا في ايدك، اذا الناس عايزة، اذا البرلمان شرع وطلب الدعوة الى استفتاء وتم دعوة الناس الى استفتاء. النقطة الاخطر يا جماعة وصوتي نبح منها، اذا هو اراد. طيب انتوا ليه مفترضين ان هذا الرجل عايز يقعد الى الابد؟ دي نقطه. بس ارجع اقول لك النقطه اللي قلتها بتاعت الصين، لان هم لما خدوا كلام الدستور في الصين عدل 5 مرات في عهد 7 رؤساء من اول ماو تسي تونج حتى الرئيس الحالي. اخر تصويت بعد ما كان الرئيس ونائبه بيقعدوا لمده 5 سنين فترتان متتاليتان، أصبح الآن للرئيس ونائبه مفتوحا مدى الحياة. بس ده الصين، في دول تانية ملتزمة أيوة بالفترتين. أيوة، وفي زي ما هي وفي زي الفل. وفي في عهد أمريكا روزفلت حصل تعديل لأنه زعيم تاريخي. أنا لا أدعو إلى بقاء الرئيس إلى الأبد، أو كلامي واضح أهو، ولا أدعو إلى تمديد مدته، لكن أيضا أدعو وبشدة إلى أن نترك الأمر إلى أين تكمن مصلحة البلاد. أنا ضد أي شيء في الدنيا إلا النص الديني، القرآن نفسه هو التمسك به بحرفيته. إذا كان النص ده يحقق مصلحة أفضل معه، إذا كان لا يحقق مصلحة لابد أن أتحلى بشجاعة وما خافش أن حد يقول علي بلحس بيادة السلطة وتابع للسلطة. لا، أنا الذي يعنيني قبل السلطة أين تكمن مصلحة مصر.